مرحبا بكم، معكم ياركاكي. اهلا بكم. سوف اقدم لكم افضل موقعين لتعلم اللغة الفرنسية والانجليزية وجميع اللغات. وهو اولا لدينا ديولينجو. ديولينجو هو موقع رائع جدا لتعلم جميع اللغات تقريبا التي تريد ان تتعلمها او تحب ان تتعلمها. يعني في الكثير من اللغات بطبيعة الحال، هنا تختار اللغات التي تريد أن تتعلم بها، يعني لغة الموقع، ثم بعد ذلك تضغط على سي بارتي لكي تقوم بالتسجيل. هنا يقول لك اختر اللغة التي تريد أن تتعلمها، يعني هناك فرنسية، إسبانية وغير ذلك. إذا تختار أولا اللغة التي سوف تتعلم بها، طبيعة الحال أنت ستختار العربية إذا كنت، أيضا يمكنك أن تختار لغة إذا كنت تريد أن تتعلم الفرنسية بواسطة اللغة الإنجليزية. تختار لغة الموقع الإنجليزية مثل ما فعلت أنا في هذا الموقع، فقد قمت بتعلم الفرنسية بواسطة اللغة الإنجليزية كي تتعلم لغتين في نفس الوقت. فكما ترى فيه الكثير من الدروس عندما تقوم بالنزول إلى تحت، يعني فيه الكثير من الدروس وكل درس فيه مستويات، وهنا تقوم بالضغط عليه لكي إذا كنت تريد أن تتعلم لغة جديدة، فأنت تقوم بالضغط في المكان ثم تختار هنا اللغة التي تريد أن تتعلمها أيضا. فإذا كنت تحب أي لغة أخرى فستقوم بتعلمها، تعلم شيئا من هذا وشيئا من الآخر. سوف أريكم كيف يبدو الموقع. سوف ننتظر هنا كي نرى الموقع. إذا هكذا تتعلم اللغة الفرنسية. I have garden. إذا اكتبها ب Son اختار هنا appartement. الجو Son المناسب. appartement. Son appartement. تقوم بترتيب الكلمات Son هنا appartement. مثلا، ترتيب الكلمات كي تكون الجملة الصحيحة. كما قلت لكم أنا في البداية اخترت الإنجليزية، لذلك J'ai فأنا apostrophe أتعلم R الفرنسية un باللغة appartement. الإنجليزية. بطبيعة Le الحال père أنت d'Elsa. ستختار العربية إذا كنت تريد أن Le تتعلم père اللغة d'Elsa. بواسطة العربية. Le père d'Elsa. تختار اللغة العربية في البداية قبل أن تقوم بالتسجيل في الموقع. طبيعة الحال يمكنك التسجيل في الموقع أولا كي تتابع الدروس يوميا. إذا كنت تريد يا صديقي، أنا أدع عليك طريقة Le التسجيل في père. الموقع، فقط D أخبرني apostrophe بذلك Elsa. في التعليقات C'est ma maison. وسوف أقوم لك بذلك. إذا what again sit لي تعلمت لونجلي C'est ma sit maison. لي تعلمت لونجلي what again it's this اسم ديولينجو. هذا اسم الفنجة. أجلس تعلمت اللغة السرعة. يا سلام يفول كي زعما انت، انا أجلس تسجلت، أجلس ترزمت، يعني أجلس تسجلت زوار، فدا Je أجلس بدوت تعلمت. suis. وكان غادي قال المثال غير هذا ماني كسرت تعلمت، يعني نسيت وانا قست تعلمت اللغة Il. بسرعة، يعني هي السرعة، Dans. Jardin. يعني التعاون بزاف، Le. التعاون Jardin. بزاف خاصة وللدليل الباك. إذا هذا الموقع خاصة يعني أصحاب الباك يحتاجون إلى هذا الموقع لتعلم الإنجليزية مثلا، أو إذا كانت لديك اللغة الفرنسية ضعيفة لا وغير ذلك. شيان لذلك فإن هذه المواقع ايه جد يعني مهمة. كما أن هذه المواقع فيها يمكنك تحميله في الهاتف، يوجد تطبيق خاص بهذا الموقع دون في الهاتف، لا أو يمكنك ميزون إذا كان لديك جهاز الحاسوب يمكنك الدخول مباشرة كما دخلنا إلى هذا الموقع. ولا تنسى أن تقوم بالتسجيل في الموقع أولا. طريقة عادية جدا للتسجيل في الموقع كي تتابع الدروس يوميا، تدخل يوميا إلى الموقع، تقوم بإنجاز بعض الدروس ثم تغير يعني تعلم هكذا تدريجيا. إذا كما قلنا فكل درس فيه عدة مستويات، وهناك الكثير من الدروس. ثم نأتي إلى الموقع الثاني، وهو موقع اسمه ميماريز على ما أعتقد. ميماريز هكذا، نعم. إذا كما كتبته لكم هنا،
إذن هذا الموقع عندنا هو الرقم الثاني، المرتبة الثانية، أو نعم في نفس المرتبة مع الموقع الأول، لأنه موقع رائع جدا، جد ممتاز لتعلم اللغات، جميع اللغات، الفرنسية، الإنجليزية، جميع اللغات التي تخطر على بالك. إذن بطبيعة الحال هذا هو الموقع، تختار من اللغة التي تريد أن تبدأ بها التعلم، تختار العربية، الفرنسية، الإنجليزية. بطبيعة الحال أنت تريد أن تتعلم بالعربية، تختار العربية هنا قبل أن تقوم بالتسجيل في الموقع، وهكذا سوف يعني تبدأ رحلتك في المكان. أنا أيضا قمت في هذا الموقع بتعلم الفرنسية بواسطة اللغة الإنجليزية، يعني يمكنك أن تقوم بهذه الأمور، تتعلم اللغة بواسطة لغة أخرى، هذا ما فعلته أنا. إذا للدخول تضغط على لوجين لكي تسجل، يمكنك أن تسجل عبر الفيسبوك أو عبر جوجل، سواء في هذا الموقع وسواء في الموقع الآخر. إذا دخلت إلى حسابي كما ترون هنا، يراك ليفل 6 في مستويات، سواء في هذا أو في الموقع الآخر في مستويات يعطيك ليفلات، ليفل 1 2 3، يعني مستويات 1 2 3. نعم، وهنا تبدأ إلى يعني تدخل إلى الدروس كي أريكم طريقة العمل. هنا في هذا الموقع يمكنك الكتابة، إنه أيضا يدربك على الكتابة. هذه كلمة تريل بالإنجليزية، علي أن أكتبها هنا بالفرنسية لأنني أتعلم هنا الفرنسية بواسطة اللغة الإنجليزية، إذا فهمتم هذا القصد. أبون؟ وفي الصوت في هذا أبون؟ الموقع فيه الصوت أكثر، وفي بعض الفيديوهات أحيانا يعطيك بعض الفيديوهات لمحادثات. لهذا فهذا الموقع أيضا جد رائع وجميل، وسوف يساعدكم في سواء لديك البكالوريا دوريان. أو أي امتحانات تتعلق باللغات أو أي عمل يتعلق باللغات، فإن هذه الموقعين سوف يساعدونك كثيرا جينيال. في حياتك لتعلم اللغات. طبيعة الحال هذا ليس إشهار للموقعين، لكنني فعلا وجدتهما أروع المواقع التي سبا. يمكنك أن تجدها لتعلم اللغات، وبشكل أسرع وبطريقة جميلة، وكأنك في منافسة في مستويات، أنت ترتفع يعني ترفع مستوى شخصيتك. إذا هو ديك الموقع ويسين اسمه تاكيت با ميموريز، اختزر من الستة اللي غادي ندعم في الحتة اللي ستة تحل تاكيت ديسكريبسيون، إن شاء الله ندعم في الحتة الستة للموقع. هو ديك الموقع ويسين تاني فول كاكيس، تعلمت اللغة سياسة الطريقات وعرفت تاكيس الكتبة أكلة السقام غير تاكيس الصوت، حتى انت الصوت بعض المرات كيك الفيديوهات ما تعلمت اللغة، يعني سياسة الطريقات وعرفت فول كي تغير تعلمت، خاصة هذاك إلا دارك الباك ولا دارك الخدمة اللغة بزاف ولا المهم تخصك اللغة ستة، يعني سين ستة تي واعرين بزاف، قسم تعلمت اللغة الطريقة يا سلام. وكان قسم حتى تطبيقات، قسم تطبيقات الا تطبيقات سواء الموقع هذا ولا الموقع هذا، واش سنغوي الموقع انا غادي ندوي نقول الا الموقع الا تطبيق نصح بلاي ستور، يقدر تفتح بلاي ستور يقدر اسيسك نيشان من السيت. المهم السيت غير دقيقة، الموقع غير دقيقة، اش ممكن غير تعلم السيت غير داك تبان الفرونسي دلونجلي، اشكو نكتب أبو؟ تعلم اختار اختار ازميتو اختار غير تعلم سافا اي توا الفرونسي دلونجلي أبو؟ كي حد يغلو ولا تختارت العربية كيف يندو؟ تعلمت كران اللغة سافا اي توا اللغة العربية غلو ولا تختارت العربية سافا اي توا كليت السقام هكذا ست تعلمت اركيك الكلمة تكتيني اختار جواب صحيح من واتيغان تانكيت با اختار الجواب الصحيح، من بعد سكارت نيكست ولا متابعة راك ده هكا الله يطلب مثلا قد القليل، وكان تكتب الجواب حغيد سكارت خطأ دار داك تصحيح ان بو كي مثلا سكارت خطأ يصحيحيت. إذا أنا قمت يعني يصحح لك حتى الخطأ إذا قمت بال إذا أخطأت في الكتابة وأخطأت في اختيار الجواب يصحح لك الجواب. Je suis désolé. قبل نعم أيضا يكتب حتى الإجابة التي تجيبها، عليك أن تقوم بكتابتها كذلك.
يعني يعلمك الكتابة أيضا في نفس الوقت يعلمك اللغة أيضا، يعني فقط أن تتذكر الكلمة بواسطة الكتابة. إذا au revoir. هذا كل au revoir. au revoir أنتم أيضا au revoir أصدقائي، ولا تنسى الاشتراك ونشر الفيديو مع أصدقائك. au revoir. انشر الفيديو ويعني مع كل من يحتاج إلى اللغات. شكرا.